إذن على بركة من الله وتوفيقه أعلنت انطلاقة تاسعي أشواطنا في هذا الصباح. ألا وعلى بركة من الله وتوفيقه لننطلق وإياكم مع الأسماء ومع الشعارات التي تنطلق إلى شعارات الكبيرة والشعارات الخطيرة ضمن انطلاقاتنا لأشواط الفترة الصباحية وضمن انطلاقات هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد 2023، لينطلق وإياكم إلى المسافة المصاحبة 5 كيلومترات، المسافة التي تنطلق فيها الحيل نحو النوماس ونحو الانتصار. ولمن هذا الشوط يا متابعين يا مشاهدين، لينطلق وإياكم إلى الانطلاق الأول وإلى الصدارة وإلى المقدمة لأتابع وتتابعون عرقه من تنطلق بشعار محمد بن ناصر بن حمود الهاجري، من يتقدم ويقدم لنا شعاره مع الانطلاق الأول ومع الصدارة ليكون أول العناوين وأول المنطلقات مع عرقه بينما المركز الثاني ومركز الوصافة لأتابع وتتابعون الواصلة والقادمة لأتابع حوايط بشعار محمد بن عايض بن علي آل سيف القحطاني، من يقدم لنا شعاره. وكذلك أرى التغيير، من اللي غيرت لان وصلت مذيار خليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني الهاجري، من يغير الى الانطلاق الثاني وينطلق الى الانطلاق الاول بحثا عن السلام وبحثا عن الانتصار. من يقدم لنا مذيار وفالك النوماس يا راعي مذيار، لينطلق وإياكم مع المركز الرابع ونتابع وتتابعون الواصلة والقادمة لأتابع من وصلت إلان، وصلت بدل إلان، وصل سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري، من يقدم لنا شعاره مع الانطلاق الأول مع الانطلاق الرابع ويقدم لنا بدل المركز الخامس لأتابع وتتابعون الآن. من وصلت وقدمت في المركز الخامس وصل مرضية، وصلت مرضية الآن، وصل مبروك بن بركات الأعداني، من يقدم لنا شعاره مع المركز الخامس. هكذا أول نداء أتممناه على مسامعكم الخمس المراكز الأولى، لنعود وإياكم إلى المركز الأول وإلى السيناريو الأول والانطلاق الأول، لأعود مع من تنطلق لان عرق بشعارك يا محمد يا بن ناصر يا بن حمود يا الهاجري، من يقدم لنا شعاره مع الانطلاق الأول بحثا عن السلام بحثا عن الانتصار والنوماس الأغلى في هذا المهرجان، ألا وهو أغلى المهرجانات، مهرجان ولي العهد 2023، بينما الدور والنقلة للمركز الثاني. أتابع وتتابعون حوايط الواصلة والقادمة لان بشعار محمد بن عايض بن علي آل سيف القحطاني، يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني ألا وهو مركز الوصافة، يتقدم ويقدم لنا شعاره. المركز الثالث وصلت الآن، لنتابع الواصلة لنتابع القادمة، وصلت بدل الآن، وصل سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري، يقدم لنا شعاره 2 كيلو، ما تفصلنا عن خط النهاية، ما تفصلنا عن
كلمة النماس إلى مركز الرابع. أرى الوصول الآن، أرى القدوم، أول نداء لبلسم، وصلت بلسم الآن، وصل حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي من يقدم لنا شعار مع الانطلاق الرابع إلى مركز الخامس. أتابع الواصلة، أتابع القادمة، وصلت الآن شواهين، شواهين خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي وصل ليقدم لنا شواهين الواصلة والقادمة. ولكن أعود إلى من إلى من انطلقت مع الصدارة وإلى من غادرت الآن. حتى هذه اللحظات تنطلق عرقة أم محمد بن ناصر بن حمود الهاجري يقدم لنا شعار ويقدم لنا عرقة. من تنطلق مع الصدارة ومع الانطلاق الأول؟ ركز يا راعي عرقة، ركز يا راعي عرقة. إلا اسماء وشعارات واصل الآن تابع. وصلت الان، وصلت بدل، وصل سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري من يقدم لنا بدل، وكذلك الواصل. وصلت شوق، وصلت بشعارك يا عبد العزيز، يا بن معلا، يا بن عليان السهلي، وكذلك الاسماء والشعارات. وصلت اريام، وصلت اريام، يا مرحبا مرحبا بهذا الوصول، ويا مرحبا بهذا القدوم. الله الله. ولكن نعود إلى شعارك يا مالك من قدم لنا شعاره، وينطلق الآن عرقه، عرقه من ينطلق. محمد بن ناصر بن حمود الهاجري يقدم لنا شعاره وينطلق حتى هذه اللحظات مع الانطلاق الأول. وصلت، وصلت إلى بدل، والأمتار الأخيرة، والأمتار الأخيرة والخطيرة. حرك يلي تبي النوماس، يلي تبي الانتصار. الله الله. انطلقت إلان، انطلقت حرقة أم محمد بن ناصر بن حمود الهاجري. على ما يبدو لي شعار بن شافي ينطلق ويقدم لنا شعار. الله الله. طارت وحلقت على أركان هذا الميدان. سلامي عليك يا بن شافي من قدم لنا شعاره، أم محمد بن ناصر بن حمود الهاجري. عرقه والسلام، عرقه والانتصار. سلامي عليك يا بن شافي من قدم لنا هذه البطلة بالانتصار وبالنوماس الغالي. تهانينا ونوماس لمالك عرقه من تقدمت بشعار أم محمد بن ناصر بن حمود بن شافي الهاجري، من قدم لنا شعار بهذا النوماس وبهذا الانتصار. المركز الثاني بدل سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري. ثالث المراكز، ثالث المراكز وصلت الحرة، ما قصرت الحرة. عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الفايدي الإجهني. المركز الرابع، المركز الرابع شوق عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي. خامس المراكز، خامس المراكز وصلت أم القرى حسين بن علي بن محمد القرشي من قدم لنا شعاره مع المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا والنوماس لك يا مالك عرقه من قدم لنا عرقه وغادرت بالنوماس. قامت راس وانهت الشوط راس، ما قصرت عرقه بشعار محمد بن ناصر بن حمود بن شافي الهاجري. هكذا نتابع وإياكم توقيت وصول عرقه، 8:07، 49 جزءا من الثاني. المركز الثاني بدل سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري، 8:10:95 جزءا من الثاني. المركز الثالث الحرة عبد الله بن دخيل الله بن سلام الفايدي الجهني، 8:12:62 جزءا من الثاني. المركز الرابع شوق عبد العزيز بن معلب بن عليان السهلي. المركز الخامس أم القرى حسين بن علي بن محمد
بن مهدي بن مهيدي القرشي. متابعينا مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والنوماس لمالك عرقه محمد بن ناصر بن شافي الهاجري، والتهاني والنوماس لجميع الفائزين.